كلمة أبو سامي العفراني القمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم العفراني القمي. ما عليكم زود، ما عليكم زود. أتشرف وتنومس بوجودي الليلة بين رجال جهينة من قضاعة أهل الكرم والشجاعة، والشيخ مفضي ابن فريج من الرجال اللي يعتز فيهم وافتخر فيهم واعتبره والدي. تعرفت عليه بالصدفة، هو ولده سعيد أبو سند الله يبيض وجهه، رجال علاقاته طيبة مع الرجال ومع النشامة. جيت مسافر رايح للوجه معزوم من عند أحد الرجال بلي، وأنا أحب البدو وأحب بيوت الشعر وأحب البل وأحب شبة النار، وأنا ماشي مع الخط شفت لي طال عمرك أهل إبل حمر وشابين نارهم وعندهم شاص وعندهم الوايت وعندهم، فعجبتني ولفيت عليهم. يوم جيت له هو أبو سند وعماله عنده وعنده ضيوف وشاب النار وهم سوون قهوته، تعرفت عليه وقال لي لازم تروح تسلم على الوالد. جيت عند الوالد هنا في نفس القرية في بيت الشعر، استقبلني وسلمت عليه وحلفوا علي للعشاء، والله العظيم أنه حاط لي خروفين في صينية واحدة، واحد ملقن ذيله هنا والثاني ملقن ذيله هنا، والله العظيم وأنا رجال واحد. فهذا كرمهم، والشعراء يوم يمدحون الحين ويقولون الكلام الجميل فيه ويذكرون كرمه أشهد بالله أنهم ما كذبوا، وأنا من شهود الله في أرضه. والصباح سرحنا عند البل الصبح وصورناها، أنا عندي قناة مشهورة على اليوتيوب اسمها قناة العفراني البقمي، صورنا البل ونزلناها، ويجي أبو سند قال علي الطلاق لك هدية ناقة حمراء من البل القحة وبيض الله وجهه، والله نواصلتني لين عندي في جدة، أنا محملها على ديانه ونواصلتني عندي، خلاها معه لين ولدت وجابت لها قعود وارسلها علي في جدة. فأنا الليلة متنومس ومتشرف وجودي بين رجال جهينة، وهذا شرف وتاج على راسي، والله الحمد لله أني متعني وجاي له من محافظة ربع حقت البقوم 1200 كيلو. وهذا شيء يستحقونه، يعني رجال كفو رجال كريم، ولو أنه أبعد من كذا جيت له وعنيت له، يستاهل العنوة. وأبارك للعرسان سلمان وسالم، سليمان وسالم أبارك لهم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل الزواج خير وسعادة عليهم وعلى أسرتهم الكريمة كلها، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك.